المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني ونظيره السيراليوني مساء اليوم ظهيرة اليوم في حدود الساعة 2 ظهرا. إذا لاعبي المنتخب الوطني رفقة المدرب جمال بالماضي كما نتابع في هذه الصور يتفقدون أرضية ميدان الملعب الذي سيحتضن مباراتهم الافتتاحية أمام منتخب سيراليون، وهم الآن يغادرون نحو غرف تغيير الملابس. إذن مشاهدينا الكرام كما تتابعنا في الصورة، هذا هو ملعب جابوما، الملعب الذي سيحتضن مباراة المنتخب الوطني اليوم أمام منتخب سيراليون. ملعب يبدو في أبهى حلة لاستقبال أولى مبارياته في بطولة وكأس أمم أفريقيا الجارية وقائعها بالكاميرون. ملعب سيستقبل الخضر ومنتخب سيراليون. إذا نعود للزميل محمد قريشي الذي يتواجد من داخل الملعب لينقل الصورة لنا عن قرب أكثر بعد وصول اللاعبين إلى هناك، لاعبي المنتخب الوطني وكذا لاعبي منتخب سيراليون، وتفقد كلتا التشكيلتين والمنتخبين لأرضية الميدان. أهلا بك مجددا زميلنا محمد قريشي. محمد، إن كنت في الاستماع أهلا بك. نعم أنا في الاستماع. نعم زميلنا محمد، إذن وصول المنتخبين ولاعبي المنتخبين أيضا.